كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل فجار، فإنه بالجهد يموت أحد الكبار، ربما لأجل الصالح يكثر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله باين محبته لنا، لأنه نحن من بعض الخطاة مات المسيح لأجلنا. مفيش زي الحب ده، إن حد يموت عشان حبايبه كده. Yeah.
يشرف الدهور الآتية إلى نعمة الإنصار باللطف عليها في المسيح يسوع، لأنه هو سلامنا الذي جعل الإسلام واحدا ونقول حول الإسلام من خلاصه. فلست إذا بعد برعاء المزارع والرعية مع القديسين وأهل بيت الله، لذلك قلب يشرف الأسرار مجاهرا بكريم السيد المسيح هللنا للجيران Hallelujah.